نيابة عن الرئيس السيسي وزير الخارجية في أوغندا لترأس وفد مصر في قمة عدم الانحياز، ويعلن دعوة مصر للقمة للتنديد بالممارسات الإسرائيلية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني. رئيس الوزراء يوجه بطرح وثيقة لأبرز توجهات الاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة بالمرحلة الثانية للحوار الوطني. جيش الاحتلال يواصل القصف العنيف على غزة، وترحيب فلسطيني بإحالة تشيلي والمكسيك جرائم إسرائيل للجنائية الدولية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر في أعمال القمة 19 لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كامبالا. وخلال كلمته بالقمة أكد شكري أن مصر تدعو لتمسك حركة عدم الانحياز بمواقفها التاريخية للتنديد بالممارسات الإسرائيلية غير المشروعة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته. وتؤكد مصر أن السلم والاستقرار لن يتحققا في الشرق الأوسط سوى بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أكد وزير الخارجية سامح شكري تضامن مصر مع الدولة السودانية وجميع أطياف الشعب السوداني الشقيق، وتعرب مصر عن قلقها البالغ من استمرار المواجهات العسكرية. وخلال كلمته بقمة عدم الانحياز، شدد شكري على دعم مصر التام لوحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسيادة الصومال على كامل ترابه.
وعلى هامش مشاركته في قمة حركة عدم الانحياز في العاصمة الأوغندية كمبالا، عقد وزير الخارجية سامح شكري عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه في عدة دول تناولت ملفات التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك. فخلال لقاء نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق حيال التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كذلك عقد شكري اجتماعا ثنائيا مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني للتباحث حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، لا سيما الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة. كما عقد وزير الخارجية اجتماعا مع وزير خارجية بيلاروسيا سيرجي ألينينك، تناول سبل تعميق أوجه التعاون، كما توافق حول دراسة تدشين خطوط الطيران المباشر بين البلدين. وفي اجتماع آخر اتفق شكري مع نظيره الهندي مينيام جاشنكار على أهمية إنشاء فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات الهندية القائمة في مصر، بالإضافة إلى ملف القضية الفلسطينية والشواغل الهندية إزاء التطورات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر. ندد زعماء دول حركة عدم الانحياز بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وطالبوا خلال القمة السنوية للحركة في أوغندا بوقف فوري لإطلاق النار. كما دعا زعماء دول الحركة إلى الوقف الفوري للحرب على غزة، مؤكدين أن الحرب أظهرت عدم كفاءة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقد ضد عدد من القرارات التي تنتقد إسرائيل. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بطرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030 بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، والذي انطلق بدعوة من رئيس السيسي لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني. وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أن التوجه يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذا صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس من عام 2023. وأكد رئيس الوزراء الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة الحوار الوطني إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالا لاهتمام الحكومة بمتابعة جميع النقاشات بالجلسات المختلفة، وتكريسا لدور هذا المحفل الوطني في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين جميع فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة. We'll be right back.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا مميت وشديد الخطورة وأصعب اكتشاف أعراضه. وشدد المركز على أن الوضع الوبائي للفيروس في مصر آمن ومستقر، ولم يتم رصد أي متحورات جديدة بخلاف ما أعلنته الوزارة على قنوات اتصالاتها الرسمية، وهو متحور GN1، حيث تعتبر معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور منخفضة وبسيطة الأعراض، ولا يوجد أي أعراض إكلينيكية مختلفة عن الأعراض السابقة لفيروس كورونا. حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 3 جوائز ضمن مسابقة ستيفي أوردز للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024. جاء ذلك بعد منافسة قوية مع حوالي 1000 فريق من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حصل خلالها المركز على أعلى التقييمات من لجنة تحكيم مكونة من حوالي 150 محكما متخصصا من مختلف أنحاء العالم، حيث يعد التكريم تتويجا للجهود البحثية والمعرفية للمركز خاصة خلال الفترة الماضية. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة 28 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية القباجي الغربي بمحافظة الأقصر بمشاركة 17 كيانا من كيانات التحالف لتقديم خدماتها لأكثر من 15,000 مستفيد. وتقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين، حيث تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات، كما تتضمن القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة خيرك سابق للتحالف، وتهتم بالمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع. احنا النهارده موجودين في محافظه الاقصر، ودي مش اول قافله لينا داخل جنوب الصعيد. احنا كنا لسه من يومين في محافظه اسوان، ولسه ان شاء الله مستمرين في محافظه انا الاسبوع القادم. والقوافل ستر وعافيه بدات منذ انشاء التحالف في شهر 3 سنة 2022، واحنا عملنا اكتر من قافله داخل محافظات الجمهوريه. بيتم من خلال هذه القافله تقديم عده خدمات متنوعه زي خدمات الصحيه، ودي تتمثل في الكشف الطبي في جميع التخصصات، بالاضافه ان احنا بنوزع علاج وبنعمل تحاليل طبيه واشعاعات، وبنوزع اللي هي الادوات التعويضيه والكراسي وسماعات الاذن. في كمان عده انشطه زي كرنفال الاطفال اللي بيبقى موجود. احنا بنشارك النهارده بفعاليات من مبادره ازرع، بدعم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وتنفيذ الهيئه القبطيه الانجليزيه للخدمات الاجتماعيه. مستهدف المبادره زراعه 1,000,000 فدان من محصول القمح لعدد 500,000 مزارع، من ضمنها محافظة الأقصر بنستهدف فيها 10,000 فدان لعدد 5,000 مزارع. النهارده الهيئة في قافلة ستر وعافية رقم 28 بالأقصر تحت مظلة ورعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، النهارده بنقدم مدخلات كتيرة جدا داخل القافلة من برامج مختلفة للهيئة. عندنا برنامج تأهيل أشخاص ذوي الإعاقة، بنقدم لندوة توعية للأسر، بنكون بنقدم لهم الحقوق الخاصة بيهم اللي بتكفلها الدولة، بنوعيهم بيها، وكمان بنوعيهم بإزاي يتعاملوا مع الأشخاص ذوي الإعاقة اللي معاهم في الأسرة. يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية يوم الاثنين المقبل في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المغرب بناء على طلب دولة فلسطين. يهدف في الاجتماع إلى بحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ودراسة الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية التي يمكن القيام بها أو دعمها في إطار الجامعة العربية. كما سيتناول اجتماع الجامعة الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك منذ 7 أكتوبر الماضي،
ومنع المصلين الفلسطينيين من الدخول إليه باستثناء كبار السن وبأعداد قليلة، بالإضافة إلى تصاعد سياسات التهويد والهيمنة على مدينة القدس على نحو غير مسبوق. أكد ممثل الدعاء في سويسرا أنه تلقى شكاوى جنائية ضد رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوك، وذلك خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة. وأعلن مكتب المدعي العام السويسري أنه سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة، مضيفا أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعني. ولا يعتزم المكتب الكشف عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى. رحبت الخارجية الفلسطينية بقيام تشيلي والمكسيك بإحالة جرائم إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية. وأعربت الخارجية عن موقفها المتسق مع تشيلي والمكسيك في تذكير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بواجباته في كشف الحقيقة وضمان إجراء تحقيق فعال وإنجازه في أسرع وقت ممكن، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بولياتها تجاه ضحايا الشعب الفلسطيني. بعد 7 ساعات من المداولات حول الاقتراح بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى النرويج على سبيل الأمانة، ورغم أن أكثرية الوزراء تؤيد الاقتراح، امتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن طرح الاقتراح على التصويت. هذا وقد تأجل القرار مرة أخرى لينضم إلى سلسلة اقتراحات أخرى ملحة بسبب عدم اقتناع وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير بهذا الأمر، ويأتي هذا في حين تواصل مؤسسات حقوق الإنسان ومختلف جمعيات المجتمع المدني التحذير من أزمة مالية خانقة في الضفة الغربية المحتلة، ومن بطالة واسعة، ومن جوع في قطاع غزة، ونقص حاد في الأمن الغذائي، وانهيار لجميع الخدمات. أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24,762 شهيدا، كما أعلنت ارتفاع عدد المصابين إلى 62,108 مصابين منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر، مشيرة إلى ارتكاب جيش الاحتلال 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع خلال الساعات 24 الماضية. أكد المرصد الأورو متوسطي أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعطي أي اعتبارات للآليات الدولية لحقوق الإنسان بما فيها محكمة العدل الدولية، كما وثق المرصد تدمير الاحتلال 22 مربعا سكنيا في مدينة خان يونس وقصف آلاف الوحدات السكنية. وأضاف المرصد أن نحو 1031 عملية قتل جماعي ارتكبها الاحتلال خلال أسبوع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أن 90% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين في الشوارع دون مراكز إيواء. دخل انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة يومه 8، وهو الأطول منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. من جهته أوضح وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيهاب صبيحة أن الاتصالات منقطعة بشكل كامل في وسط وجنوب قطاع غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وما خلفه من دمار هائل، بينما تعمل الخدمات بشكل جزئي في مناطق الشمال.
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا مسؤولية إسرائيل عن تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في قطاع غزة. وخلال تصريحات صحفية أضاف كيربي أن بايدن رحب بقرار إسرائيل بالسماح بدخول شحنة طحين إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي لا يزال يؤمن بوعد وإمكانية حل الدولتين في الشرق الأوسط. إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث استدعت روسيا السفير الفرنسي لدى موسكو، حيث أصدرت شكاوى رسمية بشأن دور فرنسا المتزايد في النزاع في أوكرانيا. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء السفير الفرنسي وعرضت عليه أدلة على دور باريس المتزايد في النزاع بأوكرانيا. أكد الكرملين أنه لا يوجد احتمال لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وأن الطرق البديلة لشحن الحبوب الأوكرانية تنطوي على مخاطر كبيرة. كان الاتفاق الأصلي الذي سهل تصدير الحبوب بشكل آمن من أوكرانيا عبر البحر الأسود قد انتهى العام الماضي بعد أن رفضت موسكو تجديده، قائلة إنه جرى تجاهل مصالحها الخاصة. أكد المتحدث باسم قوات الحوثي أن الضربات التي تشنها الولايات المتحدة لمواقع وأهداف تابعة لها في اليمن غير مبررة، مشددا على أن قوات الحوثي ستواصل الرد عليها. وأوضح المتحدث باسم قوات الحوثي أنها كانت تستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى إسرائيل ضمن ما وصفه بأنه حق طبيعي لليمن أمام مياهها الإقليمية الدولية، كما أنها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين لوقف العدوان على غزة، مشيرا إلى أن تدخل الولايات المتحدة على الخط أضاف المزيد من التصعيد في المنطقة. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قوات الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن على ناقلة مملوكة للولايات المتحدة وقع في المياه بالقرب من السفينة دون وقوع إصابات أو أضرار. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط إن قوات الحوثي استهدفت سفينة أم في كيم رينجر، وهي سفينة ناقلة ترفع علم جزيرة مارشال وتملكها الولايات المتحدة وتشغلها اليونان. تأتي تلك الهجمات ردا على الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع عسكرية تابعة لقوات الحوثية والتي تهاجم سفنا في منطقة البحر الأحمر. أفادت وكالة رويترز نقلا عن محللين وتجار حبوب أن الهجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر خلال الأيام الماضية أدت إلى ارتفاع حاد في عدد سفن الحبوب التي تغير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس. وقالت مصادر بالخطوط الملاحية لرويترز إنه تم بالفعل تغيير مسار نحو 3 ملايين طن متري من الحبوب من نحو 7 ملايين طن تمر عادة عبر قناة السويس شهريا. وقفز عدد الشحنات التي ابتعدت عن البحر الأحمر هذا الأسبوع من 20% إلى 45%.
التقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان على هامش اجتماعات قمة حركة عدم الانحياز التي تنعقد في أوغندا. بحث اللقاء مخرجات قمة إيجاد الاستثنائية 42 والتي حضرها بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى اللقاءات العديدة التي تمت في هذا الصدد، وذلك في إطار تعاون السودان مع الأمم المتحدة. أعربت الجمعية الاستثنائية 42 لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد في بيانها الختامي، أعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار القتال في السودان والحالة الأمنية والإنسانية المتردية الناجمة عن الحرب. وقررت إيجاد دعوتها أطراف النزاع إلى الالتزام بالحوار والمفاوضات، معربة عن استعدادها المستمر لتقديم مساعيها الحميدة لتسهيل عملية سلام شاملة لإنهاء الصراع. ودعت إيجاد إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وكذلك وقف الأعمال القتالية لإنهاء هذه الحرب التي تؤثر على شعب السودان. ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية مساء اليوم قداس عيد الغطاس بالكاتدرائية المرقصية بالإسكندرية. شهد القداس حضورا كثيفا من أقباط الإسكندرية والأباء الكهنة والأساقفة، وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر بهذا العيد في 20 من شهر يناير من كل عام. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدار يومين في قرية أم الرزق التابعة لمركز قفر سعد. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 12 عيادة تخصصية، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 150 نوعا من الأدوية. القافلة النهاردة بنقدم فيها كل الخدمات الطبية للمريض بشكل مجاني، من أول قطع التذكرة اللي بتتم للمريض بالرقم القومي الخاص به، مرورا بالكشف بالعيادات. طبعا قبل ما بننزل مكان بنشوف الخريطة الصحية الخاصة بالمكان والاحتياجات الصحية الخاصة بالمكان، وإيه العيادات الطبية المتنقلة اللي هنوفرها من وزارة الصحة، إيه كمان الأدوية والمستلزمات اللازمة. بنعد المكان قبلها بوقت كافي وبنشوف الفريق الطبي المشارك والأدوية والمستلزمات اللي هنغطيها بالقافلة. موجود معانا النهارده في القافله 12 عياده تخصصيه، من ضمنها البطنه، الاطفال، الجراحه، الرمد، الجلديه، الانف والاذن، النساء، الاسنان، تنظيم الاسره. قطعت تذكره ورحت للدكتور، حولني للتحليل، تحليلين، حولني للجزء التحليل وخدت التحليل ورحت له وكشتب لي على العلاج ورحت جبته. نجح فريق بحثي مشترك من جامعتي الوادي الجديد وعين شمس في اكتشاف عظام زاحف بحري وهو الموزازور بصحراء واحة الداخلة بالوادي الجديد، ويرجع تاريخه إلى العصر الطباشيري. وأعلنت جامعة الوادي الجديد أن واحة الداخلة تمتلك مواقع شديدة الأهمية للزواحف والأحياء البحرية الأخرى التي عاشت على شواطئ البحر منذ أكثر من 65 مليون عام. وتوصل الفريق البحثي إلى النوع الجديد لهذا الزاحف من صخور طفل الداخلة منذ أواخر العصر الطباشيري في الصحراء الغربية، وتم العثور على عظام الجمجمة وبعض الفقرات والأسنان. نصرح بفضل الله عن اكتشاف علمي جديد
بالتعاون مع جامعة عين شمس كاكتشاف علمي ما بين جامعتي الوادي جديد وجامعة عين شمس عن اكتشاف أجزاء متميزة للزحف البحري الموزازور. وطبعا ده كان زحف بحري عملاق ومفترس كان بيعيش على شواطئ البحر من أكثر من 65 مليون سنة في جنوب مصر، وده يمثل أول اكتشاف للزحف البحري الموزازور كنوع جديد يسمى الهاليسوراس هبا. بالنسبة لاكتشاف الموزازور الأخير ده يعتبر من أهم الاكتشافات اللي كانت على مستوى مصر وعلى مستوى قارة أفريقيا، لأن احنا قارة أفريقيا بنسميها القارة المفقودة، ويمكن النوع ده من الزواحف البحرية كان منتشر بشكل كبير جدا في الوادي الجديد خاصة في واحة الدخلة، لدرجة أن الأجزاء اللي كانت متناثرة في الأماكن يعني متعددة وأكثر من يعني عشرات، مش هنكذب لو قلنا ان في بعض المئات ولكن معظمها بيبقى مدفون. رياضيا، فاز المنتخب الوطني لكرة اليد على نظيره الكونغولي بنتيجة 34-19 في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا. وحسم منتخب اليد أحداث الشوط الأول أمام الكونغو بنتيجة 16-11، واستمر تفوق منتخب مصر في الشوط الثاني حتى حسم المباراة بفارق 15 هدفا ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، يليه الكاميرون وغينيا بنقطتين لكل منهما، وأخيرا الكونغو بلا رصيد من النقاط. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على جنوب البلاد، بارد على باقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
بأخبار الطقس نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. نيابة عن الرئيس السيسي وزير الخارجية في أوغندا لترأس وفد مصر في قمة عدم الانحياز، ويعلن دعوة مصر للقمة للتنديد بالممارسات الإسرائيلية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني. رئيس الوزراء يوجه بطرح وثيقة لإبراز توجهات الاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة بالمرحلة الثانية للحوار الوطني. جيش الاحتلال يواصل القصف العنيف على غزة، وترحيب فلسطيني بأحالة تشيلي والمكسيك، جرائم إسرائيل للجنائيات الدولية. بختام العناوين نصل معكم لختام نشرتنا، لكن هواء التاسعة مستمر معكم والزميلة هدير أبو زيد. مساء الخير يا ليلى، مساء الخير يا محمد. يعني الحقيقه اجواء رياضيه يعني في كره اليد وكره القدم، ومنتخبات المصريه عامله اداء جامد. امبارح كل الناس طبعا كانت زعلانه من اداء المنتخب المصري، وادينا على قلبنا في اللي جاي، خصوصا بعد ما كاب فيردي بقى متصدر المجموعه. فاحنا نشجع بقى كره اليد، ويعني ايه نكون اهدى ونكون ريلاكس اكتر، لان ادائهم مشرف الحقيقه. وإن شاء الله المنتخب يقدر يتخطى المرحلة دي ويطلع المرحلة المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله نتابع كده ونستمتع. إحنا يعني كجمهور مصري بنحب الكرة، وأنا كمان بقيت بشوف موضوع كرة اليد ده مؤخرا وبعد تنظيم مصر للبطولة أكتر من مرة، إحنا يعني بقى عندنا جمهور واسع بيشجع في كرة اليد وبيسعد يعني. صحيح. أستأذنكم نبدأ حلقتنا، وبشكركم وبشكر كل صناع نشرة التاسعة. شكرا.